السلام عليكم خواتاتي، نتمنى تكونوا كاملة بصحة جيدة. نقولكم مرحبا بكم في القناة في فيديو جديد كالعادة، اقتراحات الأطباق الرمضانية. هكا باش ما تحيروش بزاف، صحة فطوركم ولا صحة سحوركم. إذا أول مرة تشوفوا القناة ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. وإذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليونا لايك وتعليق إذا كان جربتوا واحدة من الوصفات. جزو الاطباق تاع نهار اليوم كيما راكم تشوفوا، عندنا شوربه فيرميسال مع طاجين جلبانه اللي يجي بزاف هكا بنين ومتجمر، مع خبيزات محشيين تقدروا تقولوا عليهم ساندويتشات ما يطيبوش في الفوخ، مع عندنا غراتان تاع الباذنجال، وهذا الطبق اللي كان تاع البارح زدت دخلته لكم مع هذا اللي هو كريات تاع البطاطا، طبق بزاف اقتصادي والاهم بنين. فرح نبداو بالطبق تاع كريات البطاطا اللي قلت لكم اقتصادي ويخرج كميه كبيره وتاني بزاف بنين. عندي دجاج اي واش حبيتو، ديرو بلون ولا لي كويس ولا اي حاجه حبيتو، نحطو كميه تاع الدجاج. عندي حبيبه تاع بصل متوسطه، نديرو لها الزيت الزبده ونخليهم يتقلاو. بعد ما يتقلى لي البصل والدجاج نديرو الملح، فلفل كحل، سكنجبير، شويه تاع كركم وشويه تاع قرفه. ممكن نقلي شويه من بعد نمرقو لاصوص تاعنا بالماء ونرميو حفنه تاع حميصه. نخليو المرقه تاعنا بجيه يطيب الدجاج وهي تغلي بعقلها، وهنا نجيو نوجدو الحشو تاع هذوك كويرات الدجاج. عندي بصله صغيره مقطعه مربعات، كميه تاع نفس لي زيبيس اللي درناهم في المرقه نديروهم هنا في البطاطا تاعنا في الكويرات. عندي كميه تاع معدنوس، حبه تاع بيض، انا هنا كدرت الصفار، حبه تاع بيض، زوج مغارف تاع لاشابلور، وكميه بطاطا اللي حبيتو الكميه على حسب افراد العائله تاعكم نحطوها. واذا كان جاتنا هذيك البطاطا تاعنا جاريه نقدروا نزيدوا لها لاشابلور. من بعد نحشي ونديروا كويرات، نحشوهم لداخل بالشيدار ولا بالجبن الابيض، من بعد نرمدوهم في البيض ونزيدوا نرمدوهم في الشابلور. هنا رانا نرمدوهم في الشابلور، من بعد نزيدوا في البيض، من بعد نعاودوا مره اخرى في الشابلور باش نضمنوا ما راحش يتفتحوا لنا. وهنا الكريات ما راحش يتفتحوا كامل، كيديروهم في الشابلور من بعد في البيض وتعاودوا مره اخرى في الشابلور. هنا عفوا في الحشو تاع الكريات تاع البطاطا كنا درنا ثلاث قطع تاع فرد جبن مثلثات، تقدروا تستغنوا عليها وتحشيو كيما تقدروا، ما تحشيوش بس درنا من قبل. من بعد ما نكملو كامل الكريات تاوعنا نقليوهم ياخذوا لون ذهبي والطبق تاعنا يكون واجد. هاوليك في الاخير الطبق تاعنا بعد ما وجد نقدموه بلا صوص، بعد ما كي نجو ناكلو باش نسقيوه، وصدقوني يجي بزاف بنين بزاف، اكيد راح يعجبكم. وهنا ندوزو اليوم الثاني وين راح نوجدو. اول حاجه راح نبداو هذوك الخبيزات اللي شفتوهم يجوا على شكل ساندويتشات اللي يجو تاني بزاف بنان وخفاف، نفس العجينه اللي نستعملها دائما، العجينه السحريه تقدروا ديروا بها اي حاجه. عندي هنا زدت عليها شويه تاع فرينه، يعني دوبليت المقادير باش ندير مطلوعه منها. هنا عندي نتوما ديروا 4 كيسان تاع فرينه، مغرفه تاع سكر، مغرفه تاع خميره تاع الخبز، مغرفه صغيره ملح، مغرفه كبيره تاع لحظه اللي هي بودره الحليب، ونلمو بالماء الدافي. من بعد نخليو العجينه تاعنا تدفى تخمر. وهنا نجيو نوجدو الحشو ديالها. عندي بصله متوسطه مقطعه مربعات، هنا انا درت البصل الاخضر، تقدروا ديروا البصل العادي. وعندي كميه حبيبه تاع فلفل، هنا فلفل بالالوان، ثم تقدروا ديروا الفلفل هذاك الاخضر الفلفل الحلو، مع كميه تاع الدجاج قطعته كيف كيف مربعات صغار. نديروا ملح، فلفل كحل، فلفل احمر، كركم، سكنجبير، وليزيبيس تاع الدجاج، يعني خلطه الدجاج.
من بعد نغطيو الحشوة تاعنا ونخليوها تطيب في راحتها، ونزيدو نقليو مقلة تاع بطاطا باش نديرو البطاطا الحشو تاعنا. وهنا نجوز لطاجين الجلبانة. عندي كمية تاع الدجاج هنا، نص صدر أبيض، تقدروا ديروا أي دجاج واش تحبوا، تقدروا لي كويس ولا كالعادة. وعندي بصلة متوسطة مع شوية تاع زيت شوية تاع سمن، ونخليهم يتقلاو. هنا بالنسبة للشوربة فيرميسال، نفس الشيء تاع الشوربة فريك، برك في بلاصة الفريك نديرو فيرميسال. هنا عندي كمية تاع اللحم، هنا درنا كلش مع بعض، كمية تاع الدجاج، شوية سمن، زيت، حبيبات زروديه، حبيبات قرعه، حبه تاع بطاطا، وزوج حبيبات تاع طوماطيش مسكرفتين، طماطم مصبره، ملح، فلفل كحل، فلفل احمر، وراس الحانوت. وهنا هاي لك طماطم مصبره مع الحميصه، وزياده شويه تاع قرفه للشوربه ديالنا. من بعد نمرقوها، نقليو شويه، نمرقوها ونخليوها حتى طيب. كي طيب نرحيو، نحيو هذوك الخضره تاعنا، نرحيوها ونديروا لها الفيرميسال، والشوربه تاعنا راهي واجده. وبيان سور بيان سور الحشيش، ما قلته لكم كميه تاع الحشيش هذه باينه، هاي ليك هنا لي زيبيس، ملح، فلفل كحل، فلفل احمر، راس الحانوت، وشويه تاع قرفه. وهنا نولو لطاجين الجلبانه. هنا بعد ما تقلى هذاك البصل والدجاج، نضيفو له زوج حبيبات تاع زروديه مقطعين دوائر، نتوما شحال تحبوا زروديه تقدروا ديروا كتر، مع نديرو الملح، فلفل كحل، سكنجبير، وكركم، ونقليو بيان. من بعد نزيدو كميه تاع الجلبانه مغسوله بيان شو، نزيدوها من بعد نمرقو ونخليوه يطيب في غرضو. وهنا نولي الخبيزه صدياولي. بعد ما تخمرت العجينه، الحشو تاعي راهو طاب وخليته يبرد. هنا راح نديروا الفرماج هذا تاع لي ساندويتش، تقدروا ديروا اي نوعيه تاع فرماج. نحشيو الخبيزه صدياولنا بالفرماج، البطاطا مقليه، وهذا الفرماج وهذا الحشو تاعنا. ومن بعد نطيبوهم في البانينوز هذه، ويخرجوا بزاف بزاف بنان، روعه وخفاف الداخل.
هنا بالنسبة للشكل تقدروا ديروا دائري، مربع، مثلث، كيما تحبوا. من بعد نجوزوا الكراتان تاع الباذنجان اللي فيه حبيبة تاع البصل متوسطة مقطعة شرائح، حبيبة فلفلة مشوية كيف كيف مقطعة شرائح، مع زوج حبيبة تاع طوماطيش مسكرفجين، مع 3 سنينات تاع ثوم، ملح، فلفل كحل، فلفل احمر، وغرفة صغيرة تاع طماطم مصبرة. كي نقليوهم كاملين بيان سور في الزيت، من نرميو عليهم هذاك الباذنجان اللي كنا ملحناه وقليناه، كي يشرب البنة نديروه في ليمولا غراتان وفوق. ودوكا نجيو نعقدو طاجين الجلبانة تاعنا، نديرو حبيبة تاع البيض مع كمية تاع المعدنوس وشوية تاع فرماج غابي إذا حبيتو، ونعقدو الطاجين تاعنا، نخليو حتى يطيب هذاك البيض والطاجين تاعنا يكون واجد. هنا كيما شفتو رفقتو مع بطاطا مقلية، رفقناه ببطاطا مقلية، كيما تقدرو تاكلوه هكداك وحده. وهنا هاي ليك الفيرميسال اللي راح نديروها في الشوربه بعد ما نحينا هذيك الخضره كي طابت، نحطوا الفيرميسال والشوربه تاعنا تكون واجده. وفي الاخير هي وجدت الطبله تاعنا والاطباق تاعنا راهم واجدين. هنا الشوربه بيرميسال تاعنا في الاخر نديرو لها شويه تاع نعناع يابس، نفتتو هكاك من الفوق، يزيد لها بنه روعه. هذيك الشوربه تاعنا بعد ما وجدت، وطاجين الجلبانه اللي رافقته بطاطا مقليه. ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم هذه الوصفات، شوفوا شحال جاي شهي مع هذوك الخبيزات المحشيين، جو خفاف بزاف لداخل وبنان يشبعوا، يعني ماش تقدروا تكملوها كاملة وحدة، وهكا ماشي كل يوم بولا، كنبدلوا شوية. ان شاء الله تكون الطاولة تاعنا اليوم نالت اعجابكم، بيان سور مع الكغاتان تاع الباذنجان. ان شاء الله تكونوا ديتوا افكار وهكا ما تحيروش. ودوكا نجوزو نديرو التحلية. هنا نجوزو راح نديرو فلان بذوق الليمون، من نعيش في هاد السخانة، وما راح يكون اقتصادي ان شاء الله. هنا عندي لتر تاع الحليب، عندي زوج حبات تاع قارص، نحيو لهم زست ديالهم نحطوه هنايا في الحليب، زوج مغارف تاع مايزينا، وزوج باكيات تاع فلون فاني، بسك باكي واحد في نديروه في نص لتر. دونك هنا نديرو دو باكي تاع الفلون فاني، ونميكسيو هذاك، تقدروا ديروا بالميكسور، نميكسيو هذاك واش درناه كامل. من بعد نصفيوه، من هذاك الزست ونديروه يتقال فوق النار. وهنا نجيو لهذوك زوج حبيبات تاع قارص اللي كنا عصرناهم، ما راحش يجيونا كاس كامل، نكملوه بالماء، نديروا له مغرفه تاع المايزينا وزوج مغارف تاع السكر. من بعد نديرو له كمية تاع ذوق الليمون إذا كان متوفر، ونتقلوه تانيك فوق النار. وهنا بعد ما تقل الفلون خليوه يبرد شويه، من بعد نفرغوه في ليفرين هادو. تقدروا ديروا الكاطو بسكوي، تقدروا ديروه طبقه من تحت، ولا تقدروا تغرسوا البسكوي فيه. هنا حنا كنا درنا كميه صغيره تاع البسكوي. من بعد نخليوه يجمد شويه، ونزيدو نديروا هذاك القارص اللي تقلناه من الفوق، ونزينو بالكاطو مفتت من الفوق ولا بأي حاجة. يعني تحلية سهلة وسريعة تمتم توجد، واقتصادية ومنعشة في نفس الوقت. وهنا بعد ما برد الفلون في الفريغو
هاوليك واجد صدقوني منعش ويجي بزاف بنين. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتقولوا رأيكم تحت في التعليق. وهنا حبيت نشارك معكم صفة تاع السحور، هكا بالك تحبوا توجدوها. ما درنا لكمش طريقة تاعها، كنا درنا في القناة فيديو كيفاش نطيبوا طعام بمقادير مضبوطة، راح نخلي لكم الفيديو لتحت في التعليقات. ان شاء الله يكون نال اعجابكم هذا الفيديو تاع نهار اليوم. نقول لكم مع السلامة الى فيديو قادم. سلام.